أود أن أرحب بكم جميعا بمدينة السلام شرم الشيخ على أرض سيناء الحبيبة، والتي تعتبر جسرا يربط بين قارتي أفريقيا وآسيا وأوروبا من خلال قناة السويس. تعتبر مدينة السلام ملتقى القيادات وأصدقاء وشركاء جمهورية مصر العربية، واجتماعنا اليوم هنا في مدينة شرم الشيخ إنما هو التأكيد على دور مصر الريادي على الساحتين الدولية والإقليمية من خلال عقد العديد من الأحداث، أبرزت أهمية الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعميق التعاون الدولي بين دول المنطقة وعبر القارات، وكافة المجهودات التي تلعبها مصر في دعم مختلف محاور التنمية المستدامة في وقت يعتبر من المهم أن يتساند العالم أجمع لتحقيقها. وليس أدل على ذلك من استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي في مدينة شرم الشيخ. إن مصر داعمة لمختلف محاور التنمية الشاملة والمستدامة التي تعود بالخير والرخاء على جميع شعوب العالم. وتأتي استضافة مصر ذات الانتماء العربي والأفريقي الأصيل، والتي تضع أيضا قدما في القارة الآسيوية عبر شبر جزيرة سيناء، لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تأكيدا لهذا النهج الذي اختارته القيادة السياسية، تأكيدا على دورنا على الساحة الدولية والإقليمية لإبراز أهمية التواصل والتعاون، خاصة في ظل تلك التحديات الشديدة التي يمر بها العالم حاليا. لذلك تأتي النسخة الثامنة من اجتماعات مجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأول مرة بمصر والقارة الإفريقية، في ظل تحديات كبيرة ومختلفة يمر بها العالم بسبب استمرار تداعيات جائحة كورونا، والتي كان منها انقطاع الحضور الفعلي لمثل هذه الاجتماعات منذ اجتماعات لوكسمبورغ في عام 2019، بالإضافة إلى استمرار تأثيرها على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية